لابد لنا أن نحيي الحكومة التركية الشقيقة وما تبذله من مساعٍ حثيثة قوية لنصرة القضية الليبية، وزيارة الوفد التركي الرفيع المستوى المتكون من وزير الدفاع والأركان ورئيس المخابرات، مع التزامن مع التصريحات القوية التي صدرت من الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان في نصرة القضية الليبية. هذا كله دليل على أن تركيا الشقيقة جادة في نصرتها ووقوفها مع الشعب الليبي غير مترددة ولا تخشى أحد، على الرغم من وقوفها في وجه تحالف دولي كبير. فتركيا وإن كانت هي بلد كبير قوي له ثقله الدولي على المستوى السياسي والدبلوماسي والعسكري، فإنها في الحقيقة لابد أن نقدر موقفها حق قدره، لأنها تواجه تحالفا دوليا على ليبيا. هي دولة واحدة أعطاها الله القوة وأعطاها الله المنع والعزة بعزة الإسلام، ولكنها هي تواجه تحالفا دوليا معسكرا دوليا على ليبيا. هذا المعسكر المخطط له ومن وراءه على الحقيقة هو العدو الصهيوني، هو الكيان الصهيوني، والمنفذ لهذا المخطط هو بعض الدول الكبرى التي هي أعضاء في مجلس الأمن، والبعض الآخر من الدول الكبرى لا يمانع، وكذلك بعض الدول الإقليمية. فالدول الكبرى تحالفها مع الكيان الصهيوني تحالف استراتيجي بما يسمى بمصطلح العصر استعماري للهيمنة على الشعوب التي تتطلع إلى الحرية وسلب خيراتها وسلب قرارها، ولتبقى دائما تابعا للدول الكبرى.